درجه اكبر. وبالنسبه لفريق الرجاء يعني احنا كنشاهدوا الصور ديال الجيش الملكي يعني الوصول ديالهم منذ قليل الملعب في وسط بخلقه، كيبانوا انك تفكير في المباراه، وكناك يعني ولو انا شاهدنا صلاح الدين عقل هو كيحمل الورود، واعتقد بانه وما نساوش هشام على ان فريق الجيش الملكي فاز بخمس مباريات خارج الملعب ديالو، سجل 11 هدف لكن دخلت مرمو 9 اهداف، بينما فريق الاولمبيك خربا في الملعب ديالو فهو لعب 14 مباراه فاز بخمس مباريات تعادل 8، ولذلك يعني بامكان فريق الاولمبيك خربا انه يخلق مشاكل لفريق الجيش الملكي. ولولا الجيش الملكي في مباراه الاياب لم ينهزم يعني طيله 12 مواجهه وعطى مباراه الفتح. اكيد البدايه كانت قويه لانه البدايه يعني حقق خمسه ديال الانتصارات، فاز على الشباب الحسيمي النهضه البركانيه الدفاع الحسن جيد رجاء بني ملف فتح الرباطي اكيد بقياده يوسف القدي وصراحه